اهلا بكم مع مهند من اكسيد 050-516-3525. اليوم انا شفت واحد كاستمر عندنا واخد سيارة اكسيد ال اكس من 3 شهور تقريبا او 4 شهور اسمه عمرو. ازيك يا عمرو؟ اهلا وسهلا. عامل ايه؟ تمام؟ ايه اخبارك؟ كله تمام الحمد لله. احكي لي انت عرفت عن السيارة دي من فين وانطباعك عنها بقالك كم شهر بتستخدمها؟ بص عرفت من فين ده اعتقد هيبقى حاجة غريبة شوية. ايوه انا بشتغل في تمويل السيارات. حلو. وعرفتها من كوتيشنز من عملاء. اوكي. لقيت عملاء ومصنفين كمان ان هم كاتيجوري عالي عندنا في الشغل بيجيبوا العربية دي، انا ما كنتش عارفها. عملت سيرش كده عليها ودورت عليها، لقيت الفيدباك في دول كتير جدا ان هي منتشرة اصلا، مش ممكن تبقى جديدة على الامارات بس هي كانت منتشرة في اماكن كتير والفيدباك عليه كله جميل. ايوه. جيت بصيت عليها، الاسعار كانت كويسة بالنسبة للاوبشنز اللي في العربية والانتيريالز اللي كانت حلوة جدا جدا. بس كنت متخوف من موضوع ان هي 1.6 لأول مرة في حياتي، حتى لو تربو أول مرة في حياتي تجربة 1.6. ايوه. بس لما لقيتها 290 حصان. لا هي او 190 حصان. اه 290 ترك سوري. اه 290 ترك ده هو اللي ما خلاني اعمل تيست درايف. لا اقتنعت. اه دوست البترول جميله ومريحه والتربو مش كمان شديد العربيه وكده. بقى لها معايا 3 شهور شبص 1.7. لا عظيم. لا عظيم جدا. العزل تحديدا عظيم. المكيف حلو حلو، ما عنديش مشاكل معاه. مش بس هقول لك حاجه برضه عشان لازم اكون حقاني، انا استلمت العربيه يوم 1/7، فانا اول مره 7 و8 يعني، فالتكييف ما اقدرش احكم عليه في الفتره دي اللي هو كان معيشني كويس، ما كنتش قاعد متضايق. ايوه حلو. لكن مدى بقى تسقيعه في الفتره دي ما تقدرش انك تقول عليه. انا نشوفها من جوه في حد فيها في السوش. لا داخل واخد السبورت سيت ده بينزل فيها اوريدي، يعني مش طلب ولا حاجه، هو ده الستاندرد. تستخدم بقى السيفتي كلها يا عمرو؟ اه. الرادارات والكلام ده كله؟ اه. ايه بقى اللي فيها؟ قول لي. انا كنت خايف من الموضوع ده يعني، هم بيشرحوا لي قبل ما استلم العربيه وقبل ما اشتريها اصلا. ما كانش عندي تجربه مع اللين اسيستنت، مع الادابتيف كروز كنترول، بستخدم كروز كنترول عادي كنت. فطلعت كده قلت اطلع على الطريق لدبي اشوف الوضع عامل ازاي فيها. لا هي مريحه جدا صراحه. الادابتيف كروز كنترول ده مريح جدا في السواقه. فكره امن وكله تمام. او تمام، انا ما قابلتنيش اي مشكله معاه. وفعلا لما اي عربيه قدامك بتبتدي ان هي تهدي، انت بتهدي على السرعه. يعني الفيدباك حلو حتى من كل اللي شافها. عارفين مش والله صنع عندنا بنشتغل تمام. انا عارف بس انت اللي وقعت قدام النهارده. يعني هو بعديها جم بصوا عليها وشافوها وحلوه وجميله وجم اشتروها. العربيه ممتازه. اللون ده اللي هو اسمه هافانا جراي ده اللي هو تخيني ده فظيع. احلى الالوان عليه فظيع جدا جدا جدا. وفي لمعه كده خفيفه حلوه جدا. والبراند تقدر انك عادي بكل اريحيه تصنفه ان هو لكجري براند صراحه. انا مع الفتره دي ما عنديش اي مشكله. البترول بقى عظيم. عارف المشكله دي في الفول تانك؟ على النورمال مود. هي فيها كام مود؟ نورمال وايكو. ايكو ونورمال وسبورت مود. اوكي ثلاثة. اوكي. النورمال مود رحت دبي بالظبط لحد ديره تحديدا، يعني اخر دبي تقريبا. ولفيت حبه كويسين كمان في دبي، يمكن ساعه بالعربيه ماشي جوه دبي. ورديت ابو ظبي بالظبط نص التانك. بالظبط نص التانك. اوكي. يعني فول تانك ممكن يعمل لك اكتر من 550 كيلو مثلا. اه هو دلوقتي لسه مفول وكاتبه 600 حاجه و50. اوكي. لسه مفول حالا وكاتبه اريا 600 حاجه و50. حلو. حسب الاستخدام على النورمال مود. على النورمال مود. لسه النورمال. مش ايكو كمان. لا ما جربتش الايكو كتير. بس حتى جوه المدينه لا الايكو. اقول لك يعني مثلا انا ما اعرفش العدادات دي بتبقى مظبوطه بالظبط ولا لا. بس مثلا على النورمال بتعمل لي بيكتب لي الافريج استهلاك البترول للكيلو 14 تقريبا. حلو. على الايكو جربتها مش كتير زي ما قلت لك، عملت لي الافريج من 10 ل 11 يعني جدا. شويه 10 10 ل 11 على الايكو. فبالنسبه لي الكونسامشن بتاع البترول عظيم جدا جدا. دي رينجات 19 انش. 19. حلو. والساوند سيستم؟ لا سوني. سوني اه يعني. حلو. ما فيهوش كلام. والمساحه والحجم وكله تمام بالنسبه لك؟ جدا جدا. طيب حلو.
يلا احنا خلصنا 5 دقايق اهو يا عمرو. حلو تمام. انت شغال فين؟ في اي دي سي بي باين. اي دي سي بي. طب يلا حلو، قول لنا رقمك لو حد محتاج يمول سياره زي ما انت جيت مولت سيارتك بنفسك، قول رقمك. ممكن نكتبه في كومنت احسن عشان الناس تقدر تعمل. قوله كمان وهنكتبه. 054-56-56-100. يلا اوكي. اي دي سي بي، لو حد عايز يمول سياره يكلم عمرو وهنوريها لكم بسرعه جدا ان شاء الله. شكرا يا عمرو. يلا تسلم.